يوم سعيد للمزارعين في هذا الجبل، فقد وصل العشرات من المتطوعين لمساعدتهم في جني ثمار الزيتون. أبو سار اعتاد منذ 10 سنوات على تنظيم مثل هذه الحملات ضمن برنامج للإغاثة الزراعية. يصطحب معه متطوعين من مختلف الأعمار، يحثهم على العمل ويشجعهم بقصص وأهازيج عن الزيت والزيتون. وإحنا نظمنا حملة شعبية لأجل المزارع لأجل القضية. جايين نقول للمزارع الفلسطيني إحنا معك. هذا الفلاح اللي مرات بيشعر بالظلم والقهر لما بيهجم المستوطن عليه، بدنا نقول له اصمد في أرضك وإحنا معك، اللي بنقدر عليه رح نعمله. أجواء المرح التي حاول المتطوعون نشرها خلال قطف الزيتون لم تخفف من حالة القلق والريبة عند صاحب الكرم المزارع أبو سليمان، إذ يخاف من هجوم مباغت للمستوطنين أو اعتداء من جنود الاحتلال الموجودين أيضا. ليش مش مرتاح؟ عارف كيف؟ يعني كل سنة بنيجي شوي إحنا والمستوطنين، مرة بطلع لك من فوق، مرة بطلع لك من هناك، مرة بطلع لك من شو اسمه، بدك يظلك منتبه له لأساس إنه ما يعيبش عليك يأخذ إشي منك كل سنة يجي لك. أصبحت كروم الزيتون القريبة من المستوطنات بمثابة فخ خطر لأصحابها. مئات الاعتداءات تنفذ سنويا من عصابات صهيونية على المزارعين لإبعادهم عن أرضهم، آخرها كانت هذه المشاهد التي صورها ناشطون لمستوطنين يسرقون المحصول. نحو 5000 شجرة زيتون تضررت العام الماضي فقط نتيجة الاعتداءات، كل ذلك إضافة لتغير المناخ وقلة الأمطار جعلت إنتاج محصول الزيتون ينخفض إلى النصف، ما يهدد نحو 100,000 عائلة فلسطينية تعتمد بشكل رئيسي على هذا الموسم. عين على حبة زيتون وأخرى على المستوطنة، هذا هو حال المزارع الفلسطيني في هذا المكان بعد أن تحول موسم قطف الزيتون لديه من مصدر للسعادة والعطاء إلى مواجهة خطرة. من قرية قفر قليل، عبد الحفيظ جعوان، العربية، الأراضي الفلسطينية.